بالظبط. نروح بقى من الاهلي لمنتخب مصر لكره اليد والمباراه القويه جدا اللي هتتلعب النهارده الساعه 9:30 بالليل مع المنتخب الدنماركي المصنف الثاني عالميا، عشان تكون دي اخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطوله العالم اللي بتتلعب في بولندا والسويد. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق النهارده في المباراه. احنا كده كده صعدنا، حتى لو لا قدر الله لا قدر الله، وده ان شاء الله مش هيحصل، خسرنا، بس اكيد عايزين نعدي بالمكسب. إن شاء الله المكسب يكون النهاردة ونكمل سلسلة انتصاراتنا في البطولة.